الأوضاع يعني داروشو داروشو عصبيز هو أحسن مني، أنا بحكي الحقيقة. بس أنت عم تحكيك لأنه خايفة من عمو؟ لا 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 أنا ما قلت له الله يخرب بيتك يا أم عبد الله، شو تطبخين طبخ لما بدي تفجر قد ثمانين لا ما مليتوا من بعض؟ قول ما نيش شايف أجمل منك بكل إنسان أشوفه. الله عليك عمي، أنت خلط جبهة، برافو عليك أنت والله بطل صدقا بالله. الله يعطيكم العافية، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. عمي الحمد لله شاتر. الله يعطيك العافية، منين حضرتك؟ حضرتي من طيب، من شرق حماة. من شرق حماة؟ إيه. زوجتي حضرتك عمتي. الله يعطيك العافية، كيفك؟ شو الأخبار؟ إيش الأخبار؟ الأمرار بيشتغل الشغل، بيشتغل بالحفوظات، بنشتغل على دينا، بنلقط حطب، بنطبخ، بنخبز على دينا، كل شغلنا على يدوي. قديش بتطلع يوميتك تقريبا؟ بس تطلع كل شهر بيشتغل 30 ورقة 10 15 هيك. بالشهر كله يوم واحد؟ يعني يوم يومين، شقد؟ وقت بتيجي احمل حفوظات بنشتغل، ما بيجي قاعدين. وانت القائمة على الحج؟ اي والله انا وياي، وهي اللي بتساعدك وهي اللي بتخدم، ساعدين بعضنا كلياتنا. ما شاء الله. كم سنة صار لكم متزوجين؟ مش بعرف. من 80. من 80 لهلا متزوجين؟ اي من 80 لهلا ما مليتوا من بعض؟ من الملينا من المملينا، ما نتمح الحياة مع بعضها لحتى الله يخلص اجلنا. الله هيك يطول باعمارك. الله يسلمك، يعطيكم ايام حلوة يا رب. الملينا من المملينا، حياة انفضت علينا. كيف تزوجتوا؟ يعني عن طريق هيك الوالد طلب ولا كنت بتعرفها للغالي قبل؟ بنت عمي يا اخي. بنت عمك؟ يعني تزوجتها عن حب ولا هيك؟ لا حب ولا شيء، لا حب ولا في لا شيء، لا حب ولا شيء. في ولا شفتها يمكن بطل مره او مرتين. بالله العظيم. والله. طب ندمان شيء؟ لا ما ندمان. مالك ندمان؟ لا ما ندمان. بنت اصل بالنهايه. ايه بنت عمي يا اخي، بنت عمي. ما شاء الله ما شاء الله. ندمان شيء؟ لا. 35 سنه تقريبا؟ 40 42 سنه. 42 سنه. هلا ما شاء الله. خي عمي، نحن برنامج مسابقات سؤال وجواب. اتفضل. تمام، سؤالين لك، سؤالين للخالق. انا ما بعرف اجاوب. لكن انا شغلات انت بتعرفيها. طيب اول شيء للخالق، شاطره بالطبخ؟ شاطرين بالطبخ وبالخبز، يوم التنور عم نخبز عليه. كيف بتنعمل اكله الباميه؟ كيف تعمل الباميه؟ هلا اشرحي لنا هذا السؤال. السؤال هذا بنترم هالبسطه، بنحط لها اللحمه او هالتقلاي، بنحوسها دور، بنحط البندوره الدمار ننمر السمر، نطبخ البندرة تستوى من تفرها المي وبنكتلها البامي. هذا اللي احنا هيك بنطبخ. خلصت القصة. شو بنعمل جنب البامية؟ نرز. ايش بدك تعمل؟ ما شاء الله عليك. طيب جاهزتك الأولى، تفضلي. ايش بدي اعمل؟ الله يعطيك العافية. سؤال ثاني كمان لك. ايش في السؤال؟ ما عارف. اعطينا شغلة بتحبيها وشغلة ما بتحبيها بعمي أبو عبد. كله ايش بدي منه كويس علي؟ شغلة بتحبيها، شغلة ما بتحبيها. بحب كل شيء وعنده. بتحبي كل شيء؟ ايه ما في شغله ما بتحبيه؟ لا ما في، الحمد لله. الحمد لله. يعني مثلا مو عصبي مو عنيد مو بخيل؟ لا لا ما، وهذا التوب ما اقوله. ما شاء الله والله الحمد لله، ما في عندي شيء من هالمشاكل. لا والله الله يرزقنا هيك زوجه صالحه مثل ما الله رازقه خالتي. ايش بدي كيف لك ها يعني؟ ولا سيئة. لا ما له ولا سيئة. حتى لو في سترت عليك. لك ولا سيئة؟ شو في عندي سيئة؟ ما عندي شيء. وحتى لو في سترت. لا ما في. طيب جائزتك الثانية. الحمد لله ما في سيئات. الله يعطيك ألف عافية. لعند عمي أبو عبد، أنت زلمة مزارع. أيوه. نسألك بالزرع. أيوه. تمام؟ تفضل. البندورة شتل ولا شجر؟ في بنزرعها زرع وبنزرع شتل. تزرعها زرع؟ بنزرعها زرع عابلة صغير بنعودها بنشتلها. طيب في شتل وفي زرع. في ابنه فيها جيبها مستوري من يعني البندوره ممكن يطلع من الشجر؟ لا لا لك زراعي كل زراعه. طب ليش معصب علي؟ خلص زراعه هي كل زراعه. ما بقى خيص هي جاستك الاولى لا معصب علينا يا زلمه. هي كل زراعه في زعوه عند هذيك فيها جين. في شيء بيتركب على الدولاب الامامي مشان على الطجات وعلى الحفرات الميتور ينزل ويطلع بشكل سهل. ايش؟ لا مو فرين، رواصير. رواصير رواصير لهم اسم؟ ما بعرف غير التصور. ما بعرف غير اسم الرواصير. صح رواصير. برافو عليك عمي، تفضل. لك لا انا الامي يا رجل. ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم الف عافيه وهيك يديم عليكم الصحه والعافيه. الله يعافيك ان شاء الله. هيك المره الجايه بنجي بنزوركم عندكم الضيعه. فوت شوف للغرفه صوريها. لا 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 ما بدنا، خلص نحن شفناكم وتشرفنا فيكم. الله يعطيك العافيه. الله يسعدكم يا رب. يلا السلام عليكم. الله يكرمكم يا رب. السلام عليكم. الله يعطيكم العافيه. شلونك عمي؟ شخبارك؟ شلونك خالتي؟ اهلا وسهلا. منين عنك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. الله يسعدك. معلش نقعد هون شوي معكم. تكرم دقنا. عم تتشمسوا برا خيو؟ اي والله الحمد لله. شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ستر الله. الله يعطيك الاسم الكريم. ابو ايش؟ خالد محمد. ابو محمد. ابو محمد. وخالتي ام محمد. صحيح. اي والله. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله. كم سنه صار لكم متزوجين؟ صرنا 40 سنه. 50 سنه. 40. لا 40 40 متذكره هي. شوف مو معك 40 سنه هيك شلف. لا 40 42 سنه. 42 سنه. ايه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب خالتي محمد خلينا نبلش معك. 42 سنه مع عمي ابو محمد. ايه.
كيف مرض؟ كيف مضى؟ كويس علي كويس، ما في أكوس منه، حججني الحمد لله رب العالمين. حججك؟ الحمد لله. الله عليك يا بطل. وأخذنا على العمرة الحمد لله، وما هلق ما ضل عنا شيء الحمد لله رب العالمين. وعايشين سوا. وعايش. هي لك وين بدي أروح؟ كم ولد عنكم البركة؟ عندنا 3 أولاد وخمس بنات، وماتوا لي ولدين، جبت 10. الله يرحمهم. الله يرحمنا جميع. يعني 40 سنة مع عمي أبو محمد مرقوا بالرضا وبالأمان. لك ابن عمي أخو أبوي. ابن اخو ابوك؟ ايه ابن عمي. طيب كيف تزوجته؟ كنت بتعرفها لخالتي ام محمد قبل الزواج ولا لا؟ خلينا ثواني. كنت بتعرفها قبل الزواج ولا لا؟ بعرفها مبلا. شوفوا نحن عمي ابو محمد برنامج مسابقات. ايه تمام؟ نعم. نسالكم اسئله، بتعرفوا تجاوبوا بتربح، وما بتعرفوا تجاوبوا بتخسر. انا امي. خيو نحن بدنا نربحك هلا. بدنا نسالك سؤال سهل. تفضل. تمام؟ سؤالنا الاول. تفضل. اعطينا شغله بتحبيها وشغله ما بتحبيها بعمي ابو محمد. ما بكرهه. ما بتكرهي؟ لا. بس شغله بتحبيها وشغله ما بتحبيها. شغله يعني مثلا ممكن تقولي عصبي عنيد بيعصب بسرعه امرار بزعل بخيل لا ما بخيل لا مو بخيل حرام ما عصبي ولا عصبي انا هو عنيد هو احسن مني هو احسن مني انا بحكي الحقيقه بس ده انت عم تحكيك لانه خايفه من عمه لا 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 لا, لا. انا ما بحكيني بطول لا 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 والله وين من رحت ما بحكيني بيحترمك وبيعطيك قيمتك وقدرك الحرية. بيعطيني كل مصاري اللي معي بيعطيني اياهن بيقول لي جيبي للبيت فيه الله يعطيك طيب جائزتك الاولى لخالتي ام محمد تفضلي أيوة والله تسلم الله يسلمك سؤال لك عمي ابو محمد انت كنت شوفير دراكتور ما هيك كل شيء إيه؟ خلينا نسالك شيء بخص الدراكتور سهل. طيب نحن اذا بدنا نزرع الارض إيه؟ بتمر بمرحلتين إيه؟ مرحله بنفلحها ومرحله بنبدرها لك هيك آلة الفلاحة اللي بتركب على الدراكتور إيش اسمها؟ اللي بتركب فيها الدسك أو فلاحة الأرض بدأ فلاحة 3 مرات طيب. بدأ فلاحة بالدسك وبدأ فلاحة بالكلفتور وبدأ فلاحة بالبدارة كلفتور برافو عليك أخي تفضل يسلموا رجع بنرجع لعند خالتي أم تفضل إيه خالتي أم محمد سؤالنا الثالث بيقول حضرتك شاطرة بالطبخ؟ شاطرة بالطبخ ولا لا؟ شاطرة ما طيب ايش اكثر اكله بيحبها عمي ابو محمد؟ كل شيء بياكله ما بحب قل ما بتكره شيء يا رجل لا بحب اللحم اكثر شيء طيب ايش اكثر اكله بتحب تعملها خالتي ام محمد؟ والله كل شيء بتعملها هي كلها طيب ولا ما في عليه طيب ايش اكله اللحم اللي بحبها؟ بحبها اشوف بده اياها حمص يا على اشوف طيب اذا بدنا نحمص لحمه مع بندوره شلون بتنعمل؟ لحمه مع بندوره؟ بنترم هالبندورات بنحط اول شيء اللحمات وبعدين هالبندوره وبنحطها للكل العيله عيلتنا 11 نفس ما شاء الله ولا 11 نفس انت بتطبخي لهم لا هلا كانوا بيطبخوا خلاص انت هلا معززه مكرمه اي والله بقى. ليش الله ما حب الكذب الكذب عليه لعنه الله الله عليك علي. وتسلم الله يعطيكم الف عافيه الله يعافيك الله نشوفكم باعلى المراتب ان شاء الله ان شاء الله يرجعنا على بلادنا السنة الجاي نجي نزوركم وناكل لحمه بندوره من ايدك يسلم ان شاء الله الله بيعطي الله يعطيك العافيه بس اذا جينا زياره عندك انت اللي بتطبخ يا مو كنايلك احنا جايين ناكل من ايدك تكرم الله يسعدك الله يسعدك شلونك اختي ان شاء الله بخير الله يسعدكم طمنونا عنكم الله يطمن بالك الله يكرمك يا عمي نعيمان الله ينعم عليك عبد المعلمه ما شاء الله الله ينعم عليك الله الحفظ الله الله مين عامل هذا الخضار كله هيك حوالي الخيمه والله هالزوجه العيله هي الحمد لله ابو ايش ابو دحام ابو دحام وام دحام لا ام عبد الله ام عبد الله الزوجه الثانيه معناتها في ام دحام اي نعم ايوه نعم. هون حطنا الجمال نعم. اختي ام عبد الله كيفك الحمد لله انت اللي عامله هذا الغطاء والله عاملته يا خاي من الملل من الهاي بتعرف مستلة فيهم وهلا قلب الخيمه هيك نضيف كله ما شاء الله وخارج الخيمه واطراف كم سنه صار لكم متزوجين انت وعمي ابو دحام والله الزيجه التالي هي 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات ما صار لكم كثير لا والقديمه هذيك صار هي شيء 40 سنه 40 سنه القديمه وينها القديمه والله هلا مسافر بارمناز مي هون لا مي هون هلا عايشين هون بس انتو وخالتي مع عبد الله نعم وفي بنت عم تشتغل مع جيران طالع مثلا 30 ليره 40 ليره خيوه بنتك انت بنتي نعم بنتي ما شاء نعم. الله بتشتغل بالفاعل نعم اي والله معمل مخلل هيك مشان يعني باليوميه وانت كمان بتشتغل انا بشتغل ايش شغلك بالضبط هون خالتي مع عبد الله والله بالمعمل كم ساعه بتشتغلي في اليوم والله نشتغل 7 يا 8 7 8 ساعات اي والله كم يعطوكم يوميا والله يعطونا يا 30 يا 27 يا 30 يا 27 اي هيك يعني طيب هاي 30 انتوا بتكفيكم باليوم لا والله والله ما تكفينا والله ما يكفينا بالنهار 30 دولار ما يكفينا لا اله الا بالله العظيم مريضك ولا يحسن عليك الف عافيه الله يعافيك هي لك من قبل هيك عمي ولا والله مصاب بالامور صارت اخي ومصابه عمي ام دحام نعم 40 سنه مع ام دحام نعم وثلاث سنوات مع ام دحام نعم في فرق كبير بينهم والله تقريبا يعني مو كثير شيء يعني نوعا ما مع مين مبسوط اكثر هون اريح هون اريح طاعه اكثر طاعه يعني هون الطاعه اكثر الرجل بس اذا المراه تطيعه كويسه بتصير حالة حياته كويسه طيب هلا الامراه اذا طاعت الرجل بتبين له انه هي بتحبه اكيد
طيب الرجل اذا بده يبين للمراه انه بيحبها شو لازم يعمل؟ بده على الاقل لها خيو، على الاقل يتصبع فيها ويعني يقول ماني شايف اجمل منك بكل نسأل اشوفه. الله عليك الله عليك. بيحكي لك هذا الحكي؟ ايه الحمد لله. ايه سؤال وجواب. تفضل. جاوبته ربحته، ما جاوبته خسرته. نبدا من عند خالتي ام عبد الله. تفضل. اول شيء بدنا تعطينا ايجابيه وسلبيه بعمي ابو دحام. تفضل. ايجابيه وسلبيه، شغله بتحبيها وشغله ما بتحبيها بعمي ابو دحام، شغله هيك فيه خصله كثير منيحه. والله ابو دحام كويس كثير معي الحمد لله. طيب خصله منيحه، هي خصله بتقولي ابو هي الحمد لله انها موجوده في ابو دحام، يعني مثلا كريم، بشوش، متفاهم، ايش؟ صح، كريم. كريم كريم، بشوش، دين 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 الحمد لله، عنده كثير دين من ايوه. ما شاء الله. ايه. طيب شغله ما بتحبيها في عمي ابو دحام، هون لنشوف بقى. نعم نعم، هاي لازم تكون الواحد هون لازم تكوني انت هيك صريحه مشان يعرف عمي ابو دحام. صح ايه، اذا جيتوا هيك بشغله شيء بتعصب فورا، بده يعصب عصبي عصب عصبي انت عمي ابو دحام. على الخلاف على الخلاف. ايوه، اذا صار خطا يعني هيك بيصير خطأ. خطأ مرفوض. الخطأ مرفوض. طب بلكي انت غلطت لك يا عم ابو دحام. اذا انت اخطأت اعتذر فورا. تعتذر فورا. أيوة. يعني بنقبل الاعتذار بعد الخطأ. أنا أعتذر. طيب جائزت خالتي مع عبد الله الاولى، تفضلي لصراحتك طبعا لانه حكيت لنا شغله مو منيحه. طيب سؤال لعمي ابو دحام، ايش كنت بتشتغل قبل عمي ابو دحام؟ والله يا ابن اخويا انا عندي ارضيه هنيك، وفي عندنا كم نصب زيتون والله وحياتنيك، وكان عندنا شيء 20 نعجه هناك. ما شاء الله. نعم. طيب خلينا نسالك شيء بخص الغنم. نعم تمام. نعم. سؤالنا الأول عمي، الغنمة بعد كم شهر بتبلش تعطي حليب؟ بالنسبة يعني للحمل العشار وما أدراكم هيك، أيمتى بتعطيك حليب؟ تعطي حليب بعد ما تولد. بعد ما تولد؟ بعد ما تولدها خيو. تمام. نعم، يعني بتتلقح مثلا اليوم بعد 6 شهور تولدها خيو، بعدين بتعطيك حليب. بعدين بتعطيك حليب. كم شهر بتعطيك حليب؟ بتعطيك حليب شيء 3 شهور إذا في المرعى كثير، يعني بتشبع. إذا كان المرعى كثير. نعم. 3 شهور بتعطيك. نعم نعم. والخروف بده. خلص هذا سؤالنا، 3 شهور. برافو عليك، تفضل. هاي جائزتك الأولى. طيب سؤال رجع لخالتي مع عبد الله. خالتي مع عبد الله، إيش أطيب أكلة بتعرفي تطبخيها؟ الحمد لله كل أكلي بعملها. كيف أكلها بالله؟ صدقني يا ابن أخويا أشبع الأكل على طبخها. الله. أكثر وين ما أكلت صدقا بدون مجاملة صدقا، يعني عدو المؤاخذة. طيب. مرة من المرات أخي نبغى ناكل، مزحت معها وبنتي وابني باركين معنا، قلت لها الله يخرب بيتك يا أم عبد الله شو تطبخين طبخ لما بدي تفجر قد ما أكل. المحشي بعمله أكثر شيء ينجكتي هو طبخاتي كلهم. بس طيب طيب سؤالنا، ليش اليلنجي سمي يلنجي؟ لأنه بزيت عن اللحمة. لأنه بزيت عن اللحمة. برافو عليكي. أساسا كلمة يلنجي بالتركي يعني الكذب الكذاب. صح. تمام. أيوة. فهي كذابة، هي تبين أنها يبرق بس مو يبرق. أيوة أيوة. إحنا نقوله هون محشي كذابي. محشي كذابي. كذابي. إحنا ويقولوا له يلنجي. ما شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية. الله يبارك فيك. عمي عبد الحام إن شاء الله هيك الله بيرزقكم سنين حلوة أنت وخالتي مع عبد الله. إن شاء الله. ونشوفكم بعال مرتب ونجي نزوركم في الضيعة وناكل أكلة يبرق. من ايدين خالتي ام عبد الله. ان شاء الله زورونا هون بعمل لكم والله. لك الله يسعدك. خلص وعد رح نجي وناكل يبرق. على راسي. الله يسعدك يا رب. البنوتين هدول بناتك؟ ايه. ما شاء الله كم ولد عندك البركه؟ عندي 8. 8 اللهم صل على النبي. وين الباقي؟ كلهم هدول عندي كذا. هدول كلهم اولادك؟ ايه كلهم اولادي. 4 بنات و4 بنات. ما شاء الله. كم سنه في بين الولد والولد؟ 2 سنين. بس اجوا هدول توم. هدول توم هدول؟ مرحبا. شو اسمك انت؟ اهلا نعم. اسمك اسمك؟ قولي بتول. بتول. وانت؟ براء. براء وبتول. ما شاء الله. كم سنه صار لكم متزوجين؟ صار لنا من 2004. يعني ابو ايش؟ ابو خالد. ابو خالد. ابو خالد وام خالد. ام خالد عزمه والضمير، 19 سنه انت وابو خالد، كيف كان معك؟ ما في اقوس منه، كويس. بس هلقين بهالنزوح وبهالاوضاع يعني داروش شو داروش شو. عصبي. صار عصبي؟ عصبي شوي يا مرتي. عصب عليك كثير. عصب شوي مو ليش يا ابو ايش بالله؟ ابو خالد. لك ابو خالد والله الدنيا مو مستاهله. لا الحمد لله، بس ولكن من صعوبه الحياه حاليا اللي عم بتمر عليها. بس بالنهايه يعني اذا انتم اليوم ما شلتوا بعضكم بهالوقت الصعب الحمد لله. بس احنا تبرك تعصب على ام خالد استاذي يعني قصتنا شاشتنا يعني طالت. يعني كانت الانسان فكرنا الثوره انها مثلا ضلت 7 أو 8 سنوات او سنه، صرنا 11 سنه يعني 11 سنه عقد يعني، وكلها من نزوح لنزوح. نحن كنا خط اول من 9 سنوات. لا اله الا الله. كم سنه صار لكم ساكنين في المخيم ها؟ 5 سنين. من 5 سنوات الى الان شو بتشتغل انت بهالخيم؟ ولا شيء يعني، على عايشين على الخيارات انقيرات شري فاضي يعني. ماشي. يعني قبل شو كنت بتشتغل؟ قديما عندنا ارض، نحن فلاح و بالفلاحه بالفلاح بالارض. اي ملكي يروح على لبنان. كنت اروح على لبنان وارجع لبنان كمان. اي ما شاء الله. يمكن اهل القريه عندكم اغلبهم كانوا بيروحوا بيشتغلوا بلبنان وبيجوا اكيد. لا ورحت على السعوديه الحمد لله سنه يعني شاقه واسعه عمومه.
ما شاء الله. سائق كنت بشتغل؟ ايه بشتغل سائقي. الله يعطيك العافيه. انت شو كنتي بتعملي قبل؟ انا والله شغل بيت. ست بيت معي؟ ست بيت. ايه ما شاء الله. وعم تربي هلا 8 اطفال؟ 8 اطفال. كيفه معك؟ الحمد لله. بس عصبي؟ عصبي شو بطلي ما احلى يا زلمه. عم تضحك لنا الزلمه. الحمد لله. والله يعني احيانا الواحد قلت المادي وهيك بيعصب فيش خلاقه فيه. بس احيانا هيك الرجل والله بيطلع يعني بيصير بمكان بيطلع عن طاقته، بيشوف حاله ما عم بيقدر يعمل شيء فبيعصب. واذا عصب على مين بده يعصب؟ على الغريب؟ لا تمام. يعني انت بتحمل شوي هو بيخفف شوي هيك بنمضي. اكيد الحمد لله. طيب على كل سؤالنا حاجة. الاول سؤال وجواب. تفضل. عرفت تجاوب خيو؟ حنسالكم 3 اسئله. طبعا. اذا عرفتوا تجاوبون من رب حصبية الحلوه هي حلقه ذهب على راسي. يلا يجزيك خير. الله يسعدك يا رب. سؤال منع لها. ما عرفت تجاوب بتخسري. توكل على الله. حتركزوا معنا. توكل على الله. يلا عمي انت كنت تشتغل شوفير؟ نعم. على باص بالسعوديه. على باص بالسعوديه. طيب عدد لنا 3 محافظات بالسعوديه. بالسعوديه إيه؟ مكه المكرمه، المدينه المنوره، رياض، جدي، الخبر، تبوك. الله عليك الله عليك. لا دقيقه تمام بدنا نعطيك كاش نعطيك. طيب سؤال الاول. السؤال الثاني بتعرفي بيروت؟ ايه. بيروت عاصمه لاي دوله؟ عاصمتها؟ لا بيروت عاصمه لاي دوله؟ لبنان. برافو عليكي. صف اولى. صفوا يا زلمه. برافو عليكي. خيو سؤالنا الاخير. تفضل. عرفت تجاوب تربح بس لازم تركز هلا انه توكل على الله رح تروح منك الذهب تبعي. ماشي توكل على الله. يلا سؤالنا بيقول ما هو الذهب الاسود؟ بترول. النفط. اعطيني شوي لذة اسالك وتجاوبني فورا طرقني الاجابه يا زلمه. برافو عليك. ربح الذهب ما بيستحق صفقه. ما شاء الله. الله يجزيكم خير. هلا البنوت الحلوه قطعة الذهب. الله يسلمك ويحفظك. ان شاء الله تصرفوها بالهنا. الله يسلمك ويحفظك. الله يسعدكم ان شاء الله هيك نشوفكم باعلى المراتب. الله يجزيكم خير. الله خفف شوي على اختنا ان شاء الله. يعني كثير باين عليك عصبي. الله يسلمك. لا لا ان شاء الله. طب وعدنا. وعد ان شاء الله. وعد ان شاء الله. قول خلص حصير انسان هادي اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. استنى فرج ان شاء الله. الله يفرج علينا ونرجع اهدى من انا والله اهدى مني مكان بالعالم ما في. يعني اذا واحد بيوصف بطني بس ولكن الحمد لله على الله حقك. الحمد لله. بس ان شاء الله يعني هذا قهر خلينا نعتبره امتحان. اكيد اكيد هذا قهر الرجال يعني هذا وصل فيه يعني وما بعد الا الفرج ان شاء الله. في مقوله ما بعرف هي ممكن تكون تنظير او لا لانه اليوم اللي عم بياكل العصي لا اكيد لا اكيد لا الحمد لله. بس في مقوله بتقول مهما طال الليل لا بد ان يجي النهار. لا بد ان ياتي الفجر. اكيد والفجر. ومهما ضاقت فرج تفرج اكيد. وان بعد العصر ان شاء الله ما يكون كلام تنظير. لا لا ان شاء الله. ان شاء الله هيك رب العالمين بيخفف عنكم ونشوفكم باعلى مرتب ونزوركم بالضيعه ان شاء الله. الله كريم. يسعدكم يا رب. الله يسعدكم. فيكم يلا الله. بالاذن. اهلا وسهلا. ليه اهلا وسهلا. يلا السلام عليكم. عمي انت خلط جبهه. برافو عليك انت والله بطل صدقا بالله.